رجل الشعب، صديق الفقراء، وفي بالعهد، والآن يسير في الطريق الذي يؤمن به ليكون الزعيم المنتظر. كلمات أغنية تصدح في مقر حملة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أملاً في الوصول إلى مقعد الرئاسة. أمام جمهور من مؤيديه حدد أردوغان أولويات حكمه الرئاسي إن فاز. هدفنا بحلول عام 2023 هو رأب كل أنواع الخلافات الدينية والعرقية والوصول إلى تفاهم، وكذلك ضمان مستوى من الحياة قائم على المبادئ والقيم العالمية. ويعتمد أردوغان على تاريخه، 11 عاما كرئيس للوزراء وعمدة اسطنبول من قبل، وهي المدينة التي يقول الكثير من زوارها إنها تحسنت تحسنا كبيرا بفعل سياساته. لكن المعارضين متخوفون، عادة يكون منصب الرئيس رمزيا توافقيا، لكن إجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية يعزز مخاوف اتساع المهام التنفيذية للرئيس، خاصة مع وعود أردوغان بسن دستور جديد حال الفوز. أكثر من عبر عن تلك المخاوف منافسه الأبرز أكمل الدين إحسان أغلو، الذي كان يتولى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي. والرئيس يجب أن يحتضن كل شخص ويوحد الناس بدلا من استقطابهم وقمعهم. الرئيس هو أب ل 76 مليون شخص، هو رب الأسرة وقائد العائلة، وليس رجلا يمسك بعصا. أغلو وهو مرشح من قبل حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية في تيار المعارضة، يعتمد على تاريخه كأكاديمي ودبلوماسي محنك كما يقول المسؤولون عن حملته. ويرى مراقبون أن ترشيح أغلو وهو المنتمي أيضا للتيار الإسلامي قد يفتت الأصوات ويجلب تأييد المتدينين والمحافظين، خاصة حركة الخدمة بزعامة فتح الله جولان الداعية صاحب النفوذ الأوسع في البلاد. وأمام هذه المخاوف دفع حزب العدالة والتنمية إلى موافقة البرلمان على إطار قانوني لمحادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني، خطوة يراها مراقبون مغازلة للأكراد الذين يمثلون نسبة تصل 20% من سكان تركيا. بينما يتهم أغلو أردوغان بحامل العصا مستعرض العضلات، ويتهمه آخرون من المعارضة بالحالم بعودة الخلافة العثمانية. مصطفى المنشاوي، بي بي سي.